السلام عليكم يا أصدقاء، أهلا وسهلا بكم في مسابقة قناة فنون. اليوم الخامس ويبدأ العد التنازلي لمعرفة الفائز، والجائزة 100 دولار. المنافسة كبيرة جدا بين المشتركين، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع. بداية نتعرف على المشتركين وأعضائهم. 1. أماني حسن، مشتركة لقمة القاضي ولها إعجاب 252. 2. وفاء فايز، مشتركة بتشيز كيك ولها إعجاب 94. 3. طي العين، مشتركة بكنافة بالمانجا ولها إعجاب 83. رقم 4. مع الحياة، مشتركة بدونتس ولها إعجاب 78. رقم 5. شيماء أفضل، مشتركة بأم علي ولها إعجاب 76. رقم 6. تيسير مجدي، مشتركة بدونتس ولها إعجاب 4. رقم 7. دعاء أحمد، مشتركة بكنافة بالمانجا ولها إعجاب 3. رقم 8. موسي بوسبوس، مشتركة بالبسبوسة ولها إعجاب 8. رقم 9. سالي حسن، مشتركة بكنافة بالمانجا، مشتركة بكنافة بالمانجا ولها إعجاب 2. رقم 10. إيناس عطيفة، مشتركة بدونتس ولها إعجاب 1. بسرعة اعملوا منشن لكل أصحابكم لفوز المسابقة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة على الرابط أسفل الفيديو، مع تفعيل زر التنبيه ليصل النتيجة ليصلكم نتيجة المسابقة يوم 20 أغسطس. مع تحية قناة فنون.